السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم بنفسي الأول، أنا حسن يسري راجل مهندس، حياتي كلها وشغلي كله قايم على البحث العلمي وتطور التكنولوجي بالبحث العلمي. طيب، حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا إن شاء الله، مختلفة جدا، فيها حقائق كتير، فيها معلومات كتير. هتعمل سكيب لدقيقة أو ثانية واحدة في الحلقة هيفوتك معلومة، فأتمنى ما تزهقوش، أتمنى أحاول أخلي الحلقة تبقى بسيطة خفيفة. موضوع الحلقة كله النهاردة مبني على مصادر علمية، هقول لكم المصادر دي دلوقتي قبل ما نبتدي الحلقة. قبل ما نخش على الحلقه حابب اعرفكم الحلقه دي هتبقى ماشيه ازاي. الحلقه دي هتبقى متقسمه لثلاث اجزاء. اول جزء هيستوري عن موضوع البنزين والتطور بتاع الاضافات اللي بتحط على البنزين لرفع الاوكتين، هيبقى ان شاء الله سريع كده وهحاول ما اخليكوش تملوا يعني عشان مش موضوع الحلقه الهيستوري. الجزء الثاني من الحلقه هيكون بيتكلم عن جزئين مهمين جدا، النوكينج او التسقيف واسبابه، ال SPI لو سبيد بري اجنيشن واسبابه. الجزء الثالث من الحلقه هيبقى ايه هو الايثانول، بيجي منين الايثانول، استخدامه ازاي في العربيات، كل حاجه تقدر تعرفها عن الايثانول. نرجع بقى بالقرن الماضي في آلة الزمن لسنة 1921، كانت الناس بتشتكي من النوكينج والتسقيف سنة 1921 واحنا سنة 2021، يعني تحس ان في حاجة مشتركة. المهم موضوع النوكينج او التسقيف دوت كان عامل مشاكل كبيرة جدا في العربيات وصناعة السيارات في التوقيت دوت. زي ما انتم شايفين العربيات الجميلة دي اجدادنا اللي كانوا راكبينها كانوا بيشتكوا من النوكينج والتسقيف، يعني بيتهيألي احنا عيالنا كمان هيشتكوا من النوكينج والتسقيف هما كمان. طيب، لحد ما شركة جنرال موتورز في التوقيت ده قرروا يحلوا الموضوع وانتجوا حاجة اسمها الليد. الليد اللي هو ايه؟ الرصاص. حطوا الرصاص على البنزين كعامل اساسي او مصدر اساسي لتعلية الاوكتين عشان يحلوا مشكلة النوكينج في العربيات او التسقيف وما شابه الكلام ده كله. وفضل الموضوع ده على نفس الحال لحد سنة 1970، لحد ما جت منظمة الـ EPA جابت الناس بتوع شركات البترول والناس بتوع مصانع العربيات. انتوا عارفين الرصاص اللي انتوا حطوه لنا ده في البنزين عمل ايه؟ دمر الدنيا وهيكمل تدمير العالم. وقف يا باشا صناعة الرصاص في البنزين ونبتدي نشوف سورس تاني. وابتدى يقف تدريجيا إضافة الرصاص في البنزين من سنة 1970 لحد سنة 1990. طيب، سنة 1990 بقى جت شركات إنتاج العربيات وشركات البترول اتحدوا مع بعض عشان يحلوا مشكلة النوكينج تاني. قال لك هنعمل مادة اسمها الـ MTBE. أنتجوا المادة دي وحطوها في البنزين وبقت مصدر أساسي من مصادر إصدار الأوكتين في البنزين أو مصادر رفع الأوكتين في البنزين. المهم جت منظمة الـ EPA تاني قالت تعالوا بتوع شركات العربيات والبترول، أنتوا مادة الـ MTBE اللي أنتوا حاطينها لنا في العربيات ديت بتعمل تسمم مائي، وعملوا تحليل لقوا مياه الشرب متسممة بمادة الـ MTBE بنسبة 20%. الدنيا هاجت وقامت، وقف قلل وباص سنة 2000 قللوا جامد استخدام الـ MTBE في البنزين. بالتزامن مع سنة 1990 ما انتاج مادة الـ MTBE كان العلماء انتجوا مادة اسمها BTEX Complex. دي عبارة عن تولين وإيسايل وميثايل وحاجات غريبة كده كتير، دلوقتي متعرف عليها اسمها أروماتكس. المهم برضو جت منظمة الـ EPA على 2013 قالت الناس لا تعالوا هنا، المادة دي عاملة مشاكل، المادة دي لازم تقل، وقللوها من 50% في البنزين اللي بقت نسبة 20-25%. استيل عندنا مشكله في رفع في كفاءه الاوكتين في البنزين عشان العربيات العماله تسقف وترزع والكلام ده كله. قال لك بس احنا نستخدم الايثانول، عنصر جميل رخيص بينتج من القصب والذره. الجزء الثاني من الحلقه، ايه هو النوكينج وايه هو اللو سبيد بري اجنيشن اللي بيحصل اللي عمل تكسير في مواتير عربيات كتير وماركات كتير احنا نعرفها. قبل ما اشرح موضوع النوكينج واللو سبيد بري اجنيشن عايز اقول لكم على معلومه صغيره، انا حاسس ان في ناس كان كتير ما تعرفهاش. انتوا عارفين ان بنزين 92 او 95 او 80 تعرفين ده بيرمز ليه؟ يعني بيرمز ان بنزين 95 ان 95% عربيتك مش هتنوك، يعني او 95% البنزين ده بيبريفنت النوكينج، يعني بيمنع النوكينج بنسبه 95%. لو نبي
يعني المعلومه دي انا متاكد في ناس كتير ما تعرفهاش. وطبعا اللي بيحصل يعني واللي احنا بنسمعه هو ده مش صح. هو اللي بيحصل ايه؟ احنا طول ما احنا ماشيين عربيات عماله تنك 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 في كل حته. انا بقيت حاسس ان انا وانا بكلم في التليفون بنك، انا وانا نايم عمال انك دي 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 دي. لا الموضوع بقى مش طبيعي. طب ما تيجوا نسمع صوت النوكينج. بس قبل ما اسمعكم صوت النوكينج، في صوتين للنوكينج. في صوت نوكينج اللي هو بيسموه سوبر نوكينج، وده بعديه بتبقى العربيه بتخش في حاله وفاه، الموتور بيتكسر لا قدر الله، واحيانا بتعدي بسلام. وفي صوت تاني هادي شويه للنوكينج. تعالوا اسمعكم الاول الصوت الهادي، اسمعوا. ده الصوت الهادي. تعالوا بقى اسمعكم الصوت الشديد. قبل ما اشرح لكم بقى النوكينج بيحصل ازاي، تعالوا اوريكم اصلا المفروض الدنيا تبقى ماشيه ازاي من غير نوكينج. طيب هنا البيستن بيطلع زي ما انتم شايفين، بيضغط الهواء وميكس البنزين، فالبوجيه بيولع، بيعمل عمليه الانفجار، فبالتالي بتحصل عمليه الاحتراق والبيستن بينزل، وده منظر طبيعي عادي جدا، مفيش اي نوكينج مفيش اي حاجه. بعد كده السباب بتاع العادم بيفتح مع ضغطه البيستن تاني عشان يطلع الرواسب بتاعه الحريق في العادم مش شكمان. بعد كده زي ما انتم شايفين السباب بتاع الهواء بيفتح مع الرشاش بيضخ غاز البنزين او فيبر البنزين او رذاذ البنزين عشان تحصل عمليه الاحتراق تاني. مع الضغط البيستن بيطلع عشان عمليه الاحتراق التام، البوجيه بيضرب عادي مفيش اي حاجه، العمليه ماشيه تمام زي ما انتم شايفين. سباب بيفتح اللي يطلع العادم، سباب تاني يفتح يدخل الهواء، الرشاش بيضرب، عمليه الاحتراق ماشيه كما قال الكتاب. طيب نيجي هنا للنوكينج. زي ما انتم شايفين البيستم وهو طالع بيضغط الهواء في غرفة الاحتراق جامد مع بخار البنزين مع سخونية غرفة الاحتراق. المفروض البوجيه لما بيضرب شرارة بيولع بخار البنزين، فاللي بيحصل حاجة تانية بتضرب شرار مع البوجيه فبتعمل عمليتين انفجار جوه غرفة الاحتراق، وده اللي بيسبب صوت النوكينج. لان مش المفروض ان يحصل عمليتين انفجار في غرفة الاحتراق، هو البوجيه المسؤول عن انفجار البخار البنزين او احتراق بخار البنزين في غرفة الاحتراق. فاللي بيحصل ان في عامل من العوامل الخارجية منها قلة الاوكتين، شوائب البنزين، الزيت مش مظبوط لزوجته او العملية الكيميائية بتاعته مش مظبوطة مع البنزين، فبيحصل ان في عمليتين اشتعال بتحصل في غرفة الاحتراق او عمليتين انفجار بتحصل في غرفة الاحتراق بيسبب النوكينج. ده مع الوقت بيعمل حاجة اسمها بري اجنيشن وممكن البيستم يتكسر. طب هو ده برضو بيحصل ليه او ايه اسباب النوكينج؟ قبل ما اشرح لكم النوكينج او ال اس بي اي بيحصل ازاي، خليني اقول لكم على حاجة سريعة كده. في نوعين رشاط، نوع اسمه مالتي بوينت وده نوع قديم، ده ظهر بعد الكربريتير، ونوع تاني اسمه جي دي اي او دايركت انجكشن. النوع دوت معظمه موجود في المواتير التربو، ده وظيفته ان هو بيقلل استهلاك البنزين وبيعلي البرفورمانس. ده ليه اضرار وده ليه اضرار. من ضمن الاضرار الاساسيه ان الدايركت انجكشن بيسبب ال LSPI حسب الريسيرشات والمصادر وحسب موقع فالفولين. زي ما انتم شايفين العربيات الجديده المزوده برشاط جي دي اي او دايركت انجكشن هي اكتر العربيات معرضه لحدوث ال LSPI، عكس ما هو منتشر الايام ديت على ان المالتي بوينت هي المعرضه اكتر لل LSPI. وده معلومه شبه مش صحيحه، لان الرشاشات الدايركت انجكشن موجهه على البيستم والرشاشات المالتي بوينت موجوده ورا السباب. خليني اوريكم اكتر ايه اللي بيحصل. طيب زي ما انتم شايفين الرشاش بيضخ البنزين، بيبخر البنزين، وظيفه الرشاش ان هو يفيبورايز البنزين. طيب البنزين لو في شوائب او في حاجات مش مظبوطه او بنزين مش بيور بيحصل ايه؟ الرشاش بيحصل فيه بعض السدد، فبعض السدد دوت بدل ما ينزل بنزين متبخر بينزل البنزين في هيئه نقط او دروبلتس بتحتك او بتتفاعل مع الزيت اللي على جدار البيستم. طبعا مع ارتفاع البيستم زي ما انتم شايفين بيطلع البيستم دوت بيبقى حواليه الزيت. بعض النقط ديت اللي هي او بعض الشوائب دي اللي اتحدت مع الزيت مع ارتفاع البيستم مع زيادة الضغط، ما كل ما البيستم بيرفع كل ما ضغط الغرفة بيعلى مع العربيات التربو الضغط بيبقى عالي جدا. الشوائب دي بتولع بتعمل زي شوك ويف جامدة او انفجار جامد اولاني مش في ميعاده، والبيستم هو طالع بيحصل الانفجار التاني بتاع البوجيه فبيعمل انفجارين متتاليين ورا بعض. الانفجارين المتتاليين دول بيعملوا زي يعني زي قنبله، القنبله دي بتقوم شارخه البيستم زي ما انتم شايفين بتأدي الكسر في البيستم.
طبعا الحوار ده بيحصل مرتين ثلاثة ورا بعض في ثواني، يعني في اقل من فيمتو ثانية. فالبيستم نازل طالع نازل طالع هوبا يوم مكسور زي ما انتوا شايفين. حقيقي انا فرغت. طيب في بعض الدراسات العلمية التانية بتقول لك ان اسباب الـ LSPI ان الزيت بيبقى فيه كالسيوم عالي، فزي ما انتوا شايفين. فالكالسيوم لما يبقى زيادة في الزيت بيبقى ده من ضمن العوامل الرئيسية في حدوث الـ LSPI. والكالسيوم كل ما يقل كل ما حدوث الـ LSPI تبقى اقل زي ما انتوا شايفين. طيب ده برضو تحت conditions معينة. المواد الكيميائية اللي هي في البنزين زي الاروماتكس والإيثايل والحاجات دي كلها، دي برضو بتلعب عامل اساسي مهم في حدوث الـ LSPI. طب هل دي كيسز عامة اللي احنا بنواجهها؟ الله اعلم. بس انا في فكرة عندي ان عربيات ماشية بقالها سنين وقيس فجأة بكسر مواتير، واحنا بنشوف مثلا في ناس بتغش في البنزين، في ناس بيحطوا ديزل على البنزين، في ناس بيحطوا مية على البنزين، وده طبعا الرشاش بتاع العربية مش مهيئ ان هو يضخ الحاجات دي. رشاش مهيئ ان هو يرش بنزين بخصائص البنزين، لما يبقى البنزين مع حاجة تانية ده طبعا الرشاش مش بيفهم، وده اللي بيؤدي ان الرشاش ما يعملش فيبورايزنج للبنزين صح، بيؤدي الى ان البنزين بيبقى عامل زي نقط او بيسيل جوه غرفة الاحتراق فبيتفاعل مع الزيت بيعمل الـ LSPI او ضعف الاوكتين في البنزين بتعمل كده. طيب ما هو البنزين لو عليه حاجات خارجية ما ده بيقلل الاوكتين، يعني ما هوش بنزين بيور فبالتالي الاوكتين قليل. تعالوا نشوف الجزء الثالث بتاع الحلقة وبعض الدراسات اللي اتعملت في حلول او تقليل الـ LSPI او النوكينج. يلا بينا. شايفين بقى العربية الجميلة ديت اللي عمالة تجري اللي هي من قديم الأزل، أنا حاسس إنها تتخلع من بعض. العربية ديت اسمها فورد موديل تي، اخترعها هنري فورد، أول عربية في العالم بتمشي بالإيثانول. طبعا اي حد هيقولي طب على فكره يعني احنا اول مره نسمع الايثانول، فلو كانت دي اول عربيه في العالم بتمشي بالايثانول طب هم ليه ما استخدموش الايثانول؟ ما استخدموش الايثانول ساعتها ليه؟ عشان شركه جنرال موتورز لما كانت اخترعت الرصاص كان ساعتها رخيص، وعشان نطلع او نستخرج الايثانول من الذره والقصب كانت تكلفته عاليه جدا، وكان ساعتها الناس بتفضل تستخدم الرخيص، فقال لك عادي نموت نفسنا برصاص وما نحطش فلوس كتير في الايثانول. طبعا على مدار ال 100 سنه اللي فاتت المنظمات للصحه والحفاظ على البيئه وشركات البترول وشركات السيارات كانوا بيحاولوا يدوروا على سورس يزودوا بيه الاوكتين في البنزين، لحد ما خدوا فكره هنري فورد وقال لك خلاص ماشي احنا هنشغل العربيات بالايثانول، وسموها البايو فيوز. البايو فيوز دي اللي هي بتطلع من اي حاجه طبيعيه، الحاجات دي سبحان الله يعني هي طبيعيه وطالعه من الطبيعه مش مضره يعتبر للبيئه، منها الميثانول والايثانول وما شابه الكلام ده كله. وعلى مدار التطور الطبيعي للايثانول لقوا ان الايثانول الخام بيدي 100% اوكتين، وده رقم كبير جدا لدرجه ان هم بيحطوا في الاوكتين بوسترز ايثانول. وطبعا الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من مصادر، من ضمن المصادر اللي بتكلم منها الاي اي اس اي معهد بحوث البيئه والطاقه الامريكي. المهم جت منظمات البيئه ومنظمات تصنيع العربيات والشركات البترول في سنه 2001 اتفقوا وان هم خلاص هيخلوا العربيات اللي في العالم كلها تمشي بالايثانول. في شركات عربيات اشتركت في الموضوع دوت، منهم بي ام دبليو، ان هم يصنعوا عربياتهم بتمشي بالايثانول. طب خلينا بقى نخش على الكلام ايه اللي انتم مستنيينه. انا بحب دايما احط البهاريس في اخر الحلقه، انتم محدش يعمل سكيب لو سمحت. حسب موقع اي بيور للاتحاد الاوروبي بيقول لك ان معظم البلاد الاوروبيه دلوقتي ماشيين اي 5، لان المعظم الثاني ماشيين اي 10. فاي 5 واي 10 دي بتتحسب ازاي؟ الاي 5 يعني 5% ايثانول و95% بنزين عادي، والاي 10 نفس الكلام 10% ايثانول و90% بنزين عادي. يعني انت لو تانك عربيتك 50 لتر وعايز تحط ايثانول وعربيتك اي 10 كومباتبل بتحط 10% ايثانول يعني 5 لتر من التانك، يعني بتحط 45 لتر بنزين و5 لتر ايثانول، ده لو انت عايز تمشي اي 10. تعالوا نشوف موقع اي بيور بيورينا البلاد اللي ماشيه فيها ايثانول اي 10 في البنزين بتاعها كله. زي ما انتم شايفين جراف دوت بيورينا ان كل دي البلاد اللي ماشيه بايثانول اي 10 او اي 5. فهنا مثلا رومانيا، نيدرلاند، كل دي البلاد اللي ماشيه بالايثانول الاي 10. المانيا لسه قاعدين في بياكلوا الدوره شكلهم وماشيين لسه على الاي 5. وحسب موقع نيو هورايزون للاتحاد الاوروبي، منظمه الان اي ان قررت ان هم على سنه 2030 اوروبا كلها تبقى ماشيه اي 20
يعني 20% ايثانول من البنزين. زي الصور انتوا شايفينها دلوقتي معظم البنزينات في اوروبا E10 مكتوب على التنكات E10. يعني الموضوع يا جماعه عادي وامن وكل حاجه. انا كمان ما رضيتش اقول امريكا، يعني امريكا 95% من امريكا ماشيين E10. يعني ال 5% دي ما اعرفش الجبال ولا الصحراء ولا انا مش فاهم بصراحه. لسه للاسف في مصر قاعدين بنتكلم او قاعدين مزنوقين في قصه ايه الارض الكرويه ولا الارض المسطحه. لا يا عم روح الارض المسطحه، اللي هو ازاي في ناس تطلع تقول لك الايثانول بيدمر لك العربيه وبيدمر لك الموتور وبياكل لك الخراطيم والكاوتش والتانك والكلام ده كله. الكلام ده على فكره مش غلط، هو الكلام ده صح، بس صح امتى؟ للعربيات اللي قبل سنه 2001. يعني عربيه موديل 98، عربيه موديل 90، عربيه موديل 80، العربيات القديمه دي لو اتحط فيها ايثانول E5 بنسبه 5% ولا ايا كان فعلا هيأثر بالسلب على الموتور، لان اجزاء الموتور ما هياش مصممه اساسا ان هي تستحمل ايثانول. لان بعد المؤتمر اللي اتعمل سنه 2001، بعد القرارات اتخذت وبعد القوانين اتحطت على شركات تصنيع العربيات، ان كل العربيات من بعد سنه 2001 تطلع تحمل ايثانول. طيب تعالوا اوريكم موقع بي ام دبليو الايثانول الاي 10 ينفع يتحط في عربياتهم ايا كان السنه وايا كان تاريخها. يعني هم شكلهم كمان من قبل سنه 2000، يعني عربياتهم مصممه شكلهم كانوا ايه عندهم فيجن من ايام هنري فورد ان هنمشي بالايثانول، فقال لك احنا نصمم عربياتنا كلها تستحمل الايثانول. والكلام دوت من على موقع بي ام دبليو جروب مش انا اللي قايل. طيب تعالوا بقى نروح لموقع مرسيدس، بيقول لك ان كل عربيات مرسيدس ومايباخ اللي ماشيه بالبنزين كلها تقدر تستحمل البنزين اللي عليه ايثانول بنسبه 10%، بس كاتب لك تحت في شويه موديلات ما هياش اصلا ديزايند انها تستحمل ايثانول E10. تعالوا نشوف اكتر عربيات انتشارا في مصر زي مثلا هونداي وكيا على المواقع بتاعتهم بيقولوا ايه. موقع كيا بيقول لك ان كل عربيات اللي انتاجها بعد سنه 2011 كومباتبل مع البنزين الاي 10 او البنزين اللي فيه ايثانول بنسبه 10%. العربيات اللي قبل كده لا. تعالوا بقى نشوف موقع هونداي سوا، بيقول لك ان 95% من العربيات بتاعت هونداي من اول سنه 2011 كومباتبل مع ايثانول 10%. وبيقول لك كمان بعديه لو عربيتك قبل موديل 2011، بص بقى هونداي السريع بقى، عربيتك تحمل ايثانول E5. تعالوا بقى نشوف كمان موقع ام جي عشان انا بحب العربيه دي قوي. بيقول لك عربيتك الام جي لو هي ما تستحملش ايثانول E10 فهي اصلا اوتوماتيك تستحمل ايثانول E5. تعالوا ننزل تحت نشوف، بيقول لك ايه ام جي اتش اس موتور ال 1500 تربو زي اللي عندنا في الام جي 6 والار اكس 5 يستحمل ايثانول E10. مكتوب ايه؟ ديزاين تو اوبريت اون E10 فيول بوزز نو ريسك. يعني صباح الفل، يعني العربيه الام جي اتش اس دي تستحمل لحد ايثانول E10 بوزز نو ريسك، تمام؟ يعني العربية بتاعتنا الام جي 6 نفس الموتور بتاعها يستحمل المفروض لحد ايثانول E10. طب لو هي مثلا ما فيش داتا ليها عشان في انجلترا، طب هو اصلا بيقول لك اي عربيه ام جي لو ما تستحملش ايثانول E10 فهي تستحمل ايثانول E5. يعني الكلام ده مش كلامي انا، الكلام ده من على مواقع العربيات نفسها. يعني للاسف احنا لسه في مصر واقفين عند سنه 1970، البيض الاول ولا الفرخ الاول، ايثانول بيبوظ العربيات ولا لا، والعالم كله سابق وشارخ وعمال يطور ويعمل واحنا لسه قاعدين مش عارفين هو ايه الايثانول ده اساسا. ده حتى الهند اللي بعد النفوس الضعيفة بتتريق عليهم دلوقتي حسب موقع ذا هندو ماشيين 2% ايثانول من سنة 2020، و2021 دلوقتي ماشيين حوالي 7% ايثانول، وعندهم تارجت على اخر 2022 هيبقوا 10% ايثانول. على حسب موقع هندوستان تايمز بيقول لك ان الهند ماشية في خطة على سنة 2025 هيبقوا ماشيين 20% ايثانول. يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحة، محدش خد باله ان داني تولت. انا بقالي 4 ايام بصور الحلقه دي لحد لما خلاص مش قادر. تعالوا بقى نشوف شويه ابحاث عن موضوع الايثانول والنوكينج كده. في عالم اسمه ايمانويل كاساريز عمل بحث اسمه نوت ليميتس ان سبارك اجنايتد دايركت انجكشن انجنز وذ جاثولين اند ايثانول. في البحث بتاعه استخدم موتورين، الموتور الاولاني بالبورت فيول انجكشن اللي هو المالتي بوينت انجكشن والدايركت انجكشن. لقى ايه؟ ان المواتير الدايركت انجكشن معرضه اكتر لحدوث النوك والال اس بي اي، عكس ما هو منتشر برضو في مصر، ان في مصر بيقول لك المالتي بوينت هو اللي معرض اكتر للنوك والال اس بي اي. ودي معلومه غلط اهو من ابحاث علماء في الميكانيكا وميكانيكا السيارات، وده بنشوفه في عربيات كتير عماله تتكسر اليومين دول
الرشاط بتاعتها دايركت انجكشن. قال لك بقى ايه في البحث بتاعه؟ ان هو استخدم 5 انواع من الايثانول اضافه على البنزين، واستخدم موديل اللي هو اون اون اوف، اللي هو افتح حط ايثانول اقفل ايثانول، افتح ايثانول اقفل ايثانول، عشان يشوف فرق الايفكت عمل ايه. وطلع ان استخدام الايثانول من اول 10% لحد 50% ليها تاثير كبير جدا في منع النوكينج، وليها تاثير كيميائي كمان في عدم حدوث ال اس بي اي باستخدام زيوت معين. وطبعا كل ما النسبه بتاعه الايثانول بتعلى، كل ما النسبه بتاعه النوكينج بتقل. وطبعا الكلام ده ما ينفعش احنا نستخدمه، لان على حسب كل عربيه تستحمل ايثانول قد ايه. العربيات دلوقتي معظمها تستحمل ايثانول اي 10، فما ينفعش احنا نتجل من نفسنا ونحط ايثانول اي 50، فهو اخرنا اي 10 في العربيات بتاعتنا. ولقى كمان ان استخدام الايثانول بيرفع الاوكتين بنسبه كويسه جدا في البنزين، ومن دي من ضمن العوامل اللي هي بتقلل حدوث النوكينج اساسا. وقال لك طبعا في البحث بتاعه اكتر مواتير معرضه لحدوث النوكينج والال اس بي اي اللي هي المواتير الجديده اللي هي 1400 1500 سي سي عليه توربينه رشاش دايركت انجكشن كومبريشن مهول جوه الموتور، ده طبعا بيؤدي لحدوث النوكينج والال اس بي اي. في بحث تاني عمله مجموعه علماء صينيين سنه 2020 باستخدام المواتير الدايركت انجكشن والمواتير المالتي بوينت والايثانول مع اختلاف بقى المره دي انواع الزيوت. والبحث اسمه ايه؟ Numerical Analysis of Flow Speed Pre-Ignition and Knock Process in Downsized Turbo Charged Direct Injection Engines with Ethanol Gasoline Blends. طب تعالوا نشوف في البحث اللي معمول ده. في جراف موجود اهو، الجراف اللي انتوا شايفينه. كلام البحث بيقول لك ايه؟ اللون الاسود ده اللي هو البنزين من غير ايثانول، كاتب لك ان نسبه النوك كانت عاليه جدا، وطبعا بتقل تدريجيا مع زياده نسبه الايثانول في البنزين. بس في حاله الايثانول ال 85% نسبة النوكينج فيه كانت اعلى من نسبة الايثانول الاي 50، وطبعا ده عشان في زيوت معينة تستحمل الايثانول الاي 85 وهكذا. وقال لك برضو في البحث ان لو اختلاف نوع الزيوت او نوع الزيت مش كومباتبل مع الايثانول مش هيمنع النوكينج، ومش هيمنع ال اس بي اي، وهيحصل نوكينج وهيحصل ال اس بي اي لو نوع الزيت مش كومباتبل مع الايثانول. دي ابحاث هي معمولة من علماء سواء في الصين سواء في امريكا سواء في كذا حتة، انا ممكن اجيب لكم ابحاث من هنا لحد بكره مش هنخلص. بس اللي انا حابب اقوله لكم استخدام الايثانول العالم كله بيستخدمه، اوروبا كلها بتستخدمه، ابحاث هي وريتها لكم بتقول الايثانول بيفرق قد ايه في النوكينج والال اس بي اي وبيقلل من تكسير المواتير باستخدام زيوت معينه، بالذات العربيات اللي بعد موديل 2001 والعربيات الكوري معظمها من بعد 2011. في حاجه جميله نسيت اقولها لكم، كنت خلاص خلصت الفيديو وقفلته قلت الحمد لله خلاص اخيرا خلصنا. الموقع اللي انتم شايفينه ده، الموقع ده تقدر تشيك منه ماركه عربيتك اذا كانت هي اصلا بتستحمل ايثانول ولا لا، وكل المعلومات موجوده. طب تعالوا نشوف مثلا بيجو، بيقول لك كل عربيات بيجو من بعد سنه 2000 تستحمل ايثانول اي 10، وقبل سنه 2000 تستحمل ايثانول اي 5 عادي جدا. اخر حاجه عايز اقولها لكم، الزيوت اللي هي بتمشي مع الايثانول، الزيوت اللي هي الاي بي اي SN والـ API SN Plus الـ API SP الـ GF5 والـ GF6. لما تيجوا تشتروا زيوت للعربية أو عايزين تحطوا إيثانول، بصوا على الوصفة الكيميائية بتاعت الزيت زي ما انتوا شايفين في الصور، بيبقى مكتوب مواصفات الكيميائية على الزيوت، دوروا عليها عشان ما تحطوش حاجة غلط. في الاخر انا بقولش لحد يحط ايثانول، انا بقولش لحد ما يحطش ايثانول، انا بقولش لحد يعمل ايه، انا بحاول اوضح للناس معلومات ممكن كانت تبقى تايهة عنهم. تاني اخيرا العربيات اللي قبل سنة 2000 ما تحطوش ايثانول يا جماعة، الكلام اللي منتشر في مصر ده صحيح بس للأسف هو واقف عند سنة 99، محدش عمل له ابديت او مخ الناس ما تعملوش ابديت في الحتة دي. طيب اخر حاجة بقى الناس طبعا هتسأل عليها، نجيب الايثانول منين او ايه نوع الايثانول اللي نحطه في العربيات؟ لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر خشوا على الجروب بتاعنا، اللينك بتاعته موجود اهي واللوجو بتاعه اهو. في انواع كتير للايثانول في السوق، ايثانول طبي وايثانول خام والكلام ده كله. في ايثانول في السوق الايثانول الطبي اللي ده ما ينفعش حد في عربيه هتكسر الموتور. في اسعار كتير للايثانول بتبتدي الجيركن 20 لتر من 400 جنيه لحد 1200 جنيه مثلا. كل واحد حسب نقاء الايثانول الموجود وعلى حسب خلطه بالميه. في حاجه نسيت اقولها معلش، اخر حاجه عايز اقولها عيوب الايثانول. طبعا برضو في معلومه الناس كانت بتتكلم عنها، بيقول لك الايثانول بيابزورب المايه، المعلومه دي صحيحه بس
حسب تخزينه. يعني انت لو سيب الايثانول في الهواء وحواليه بخار ميه هيشد بخار الميه. طب لو هو في دايره مغلقه زي البنزين او زي تنكات البنزين مش هيجيب ميه منين؟ ما هي دايره البنزين مغلقه في التانك، التانك رايح للرشاشات، من الرشاشات رايح للموتور، البنزين بيتحرق، فين الميه؟ هو الرياتير مش فاتح على التانك. بس الايثانول حسب جودته، في ايثانول في شوائب وفي ايثانول بيور 100%. المكان اللي بتشتري منه حاول تشوف الشهاده بتاعه المكان اللي انت بتجيب منه ايثانول، الشهاده ديت النقاء بتاعه الايثانول بتاعتها قد ايه، والشهاده دي مختومه ومطالعه منين. يا رب اكون فدتكم، يا رب اكون ساعدتكم، يا رب اكون عملت حاجه جديده. اتمنى تدعوا لي دعوه حلوه. حاجة عايز اقولها، طول ما انت قدام، طول ما انت هتفضل تتحدث بالطوب، طول ما انت سابق، طول ما الناس هتقعد تهاجمك، طول ما انت مختلف زي الارض الكروية والارض مسطحة. الراجل كان بيقول للناس الارض كروية عدموا، وبعد كده بسنين عرفوا ان الارض فعلا كروية، لان هما كانوا بيقولوا الارض لا مسطحة وهو عمال يقول الارض كروية. يعني زمان عمال يقول للناس الايثانول، يقول لها الايثانول ده اي كلام وبيدور العربيات. اخر حاجة، المصادر كلها موجودة في الديسكريبشن، بصوا عليها. لو حد عنده معلومة عايز يضيفها لي ياريت يكلمني يتواصل معايا يقولها لي. اشوفكم على خير.